أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله.